المدة كفر الضراعة والاضطهاد إلى الباري عز وجل، ونحن بمس الحاجة إلى عونه ورسله. إذ نود وجه طغاة أكثر الفساد في البلاد، وأظلم الكثير من العباد، وقد تحركنا سويا لنكسر قيود الذلة التي قيدنا بها أعداء الله، لنناجي ربنا الله جل في علاه، ونقول: يا قوة كل ضعيف، يا ناصر كل مظلوم، ومؤنس كل مستوحش، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرفين، يا كاشف كرب المكروبين، يا فارج هم المهمومين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم انصرني على من ظلمني، وارني فيه ثاري ومهربي، واقر بذلك عني، واكفني شر ما يعمل الضالون في الارض. اللهم ما اخاف فاكفني، وما احرقني في نفسي ودني وديني فاحرسني. يا الهي انت معيني بالنصر على اعدائي، ولولا نصرك اياي لكنت من المغلوبين. يا من خص نفسه بالسمو والرفعه، فاولياءه بعزته يعتزون. ايها المؤمنون، لقد وعدنا الله بالنصر والغلبه على الطغاة الظالمين، وحاشاه ان يخلف الوعد، وذلك اذا ما كنا صادقين ومجدين في دعواتنا، والا تاخذنا بالله يوم الدلال. فعلينا ان نجاهد انفسنا ونروضها على التقوى والايمان، ونزرع في قلوبنا الحب والتسامح والاخلاص، وننزع من نفوسنا التعصب والانانيه والغرور. فما هذه الدنيا الا دار امتحان وابتلاء. فعلينا ايها المؤمنون المبادره الى الطاعات والمسابقه الى الخيرات، وكما قال امير المؤمنين وامير المتقين علي بن ابي طالب عليه السلام: الدنيا دار بلاء وفناء، والاخره دار جزاء وبقاء. اللهم صل على محمد وال محمد، وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، وهو اكرم من ذلك. اللهم فك كيد اسرهم، اللهم شاغل درهم، اللهم امن مطاردين، اللهم غفر.